تمرين 17، وش حبي يقول؟ قال لي: جد في كل حالة من الحالات الآتية القواس المشتركة للعددين A و B، ثم استنتج القاسم المشترك الأكبر لهما. يعني هنا راهي يهدرنا على الطريقة البدائية، مازال ما دخلناش في الخوارزميات. هنا راح نستعمل طريقة الجداءات اللي بالعادة نديروها. إذا نبدأ ب18، صح؟ هي 1 في 18، هي 2 في 9، هي 3 في 6، 4 ما تقبلش، 5 ما تقبلش، هي 6 في 3. تكرار الجداء إذا أتوقف. هذه بالنسبة للعدد 18. نروح الآن للعدد 30 اللي هو بي. دونك بي 30 وشنو هي؟ هي 1 في 30، هي 2 في 15، هي 3 في 10، الأربعة ما تقبلش، هي 5 في 6، وهي 6 في 5. تكرر الجداء إذن أتوقف. إذن ما هي قواسم 18؟ نكتبها بالترتيب: 1 2 3 6 9، وأخيرا العدد نفسه هو 18. ما هي جداءات 30؟ هي 1 2 3 5 6 10، 15، وأخيرا 30. سؤال وش كان؟ كان جد في كل من حالات القواسم المشتركة. إذا القسم القواسم المشتركة بين 18 وخمس عفوا 18 و30، 18 و30، وشن هما؟ 18 و30. إذا وشنو هما القواسم المشتركة؟ الواحد هذا الشيء مفروغ منه، صح. 2 موجودة في القاسمين أو في القائمتين، 3 نفس الشيء، 6 أيضا، 10 ما كانش، 9 ما كانش، 15 ما كانش، إلى آخره. إذا هذه هي القواسم المشتركة بين العدد 30 والعدد 18. ثم استنتج القاسم المشترك الأكبر لهما. أنا عندي 1 و2 و3 و6، لوجيكمو أو منطقيا من هو الأكبر؟ هو العدد 6. إذا 6 هو القاسم المشترك الأكبر بين 18 و30. إذا هذا هو القاسم المشترك الأكبر في حالة في الحالة ألف، في حالة 18 و30. الآن نروحوا للباء، الحالة باء. الحالة باء وشنو هي؟ هي ب يساوي 36 و أ تساوي 27. هذا دوك نمحو ونكمل كالعادة المعتادة. نديرو الجداءات، الجداءات هما الصح، نقسم صبورتي على زوج وكل جهة ندير الجداء تاعها. فوالا نقسمها بهذه الطريقة. عندي نروحو ل 36، نبداو بلا 36. دونك باردون، نبدأ بستة وثلاثين، هي 1 في 36، هي 2 في 18، هي 3 في 12، هي 4 في 9، هي 5 لا تقبل، هي 6 في 6، 7 لا تقبل، 8 لا تقبل، 7 لا تقبل، 8 تقبل، 9 في 4. هناك جداء قد تكرر، إذا نتوقف. نروح الآن للعدد الآخر اللي هو 27. طيب 1 في 27،
20 ما تقبلش القسمة على 2، تقبل القسمة على 3، 3 في 9، ما تقبلش على 4، ما تقبلش على 5، ما تقبلش على 6، ما تقبلش على 7، ما تقبلش على 8، تقبل على 9 في 3. إذن هناك جدعان قد تكرر، أتوقف. إذن مضاعفات 27 ما هي؟ الواحد كالعادة، الثلاثة، 9، وأخيرا العدد نفسه اللي هو 27. مضاعفات 36 ما شاء الله بزاف. عدنا 1، 2، 3، 4، 6، 9، 12، 18، 36، العدد نفسه. دونك في هذه الحالة قال لي جد أولا القوس المشتركة، ومن بعد قال لي القاسم المشترك الأكبر. دونك القوس المشتركة بين، القوس المشتركة بين 36 و 27، إذا 36 و 27، شنو القواسم المشتركة اللي بينها؟ الواحد هذا شيء مفروغ منه. ومن بعد 2 كاين في 36 وما كاش في 27، كاين 3، 3 متفاهمين عليها هما زوج. 4 ما كانش، 6 حتى 9، 9 كاينه. ونظن بلي هذا هما فقط. اذا هذا هما القواسم المشتركه بين 36 و 27. وراه الاكبر، ما هو القاسم المشترك الاكبر؟ اذا واضحه هذه انه هو 9. الان نروحوا للحاله الثالثه او جيم. جيم هي بي 95 و ا 57. بالنسبه للتلاميذ اللي ما مش حافظين قواعد قابليه القسم على الاعداد، لازم لكم استعمال الاله الحاسبه، هذا اهم شيء. يعني معليش الاله الحاسبه تستعملها الوقت الاول، ومن بعد يعني تقريبا تحفظ الجداءات، لان هناك اعداد تتكرر كثيرا في المقرر، يعني مثل 18 و 30 راح تلقاها بزاف حتى تحفظ كل القواسم تاعها. اذا فنكمل. اذا الحاله الثالثه اللي هي 95 و 57، نبداو بال 95. نكتب الاحمر الان، نديروا لها بون جو بريفير لو بلو، نديروا لها الجداءات تاعها. دونك نبداو 1 في 95، ما تقبلش القسمة على 2، نروحوا للثلاثة. 9 زائد 5 14، 1 زائد 4 5، ما تقبلش القسمة على 3، ما تقبلش القسمة على 4، تقبل القسمة على 5. علاه؟ لأنه أحادها 5، لكن كم العدد اللي تقبل عليه هو 95 تقسيم 5، 19. إذن 5 في 19، 95 تقبل القسمة على 6، صراحة لا أعلم. دوكا نشوف الآلة الحاسبة تاعي، ما تقبلش، شوفوا نروحو للسبعة، ما تقبلش، نروحو للثمانية، لا تقبل، نروحو للتسعة، لا تقبل، العشرة بينما ما تقبلش، الحداش بينما ما تقبلش، نروحو للثماعش نفس الشيء، نروحو للـ13 ما تقبلش، نروحو للـ14 نفس الشيء، 15 ما تقبلش، 16 نفس الشيء، 17 نفس الشيء، 18 ما كانش. وين لحقنا؟ لحقنا للـ19، 19 تقبل عليه لأنه رانا ديجا حسبناها، هي 19 في 5. إذا هناك جداء تكرر، نتوقف. إذا ما هي قواسم العدد 95؟ هي 1، 5، 19، والعدد نفسه اللي هو 95. نغلق القوس، نروح الآن للعدد الثاني. العدد الثاني شكان كان هو 157، صح؟ 57 57. دونك أول واحد وشنو هو؟ هو 1 في 57، ما يقبلش القسمة على 2.
يقبل قسمة على 3 لأنه 5 زائد 7 12، إذن يكفي يعني لازم نلقاو برك العدد. إذن 57 هي 3 في 19، صح؟ ما يقبلش القسمة على 4 على ما أظن. ما يقبلش القسمة على 5. نروحو للسبعة، ما يقبلش القسمة على 7. نروحو للثمانية، ما يقبلش القسمة عليها. 9 نفس الشيء، 10 نفس الشيء، 11 نفس الشيء. نروحو لاثناش، ما يقبلش. 13 ما يقبلش. 14 ما يقبلش. 15 ما يقبلش. 16 17 حتى نلحقوا ال 19 في 3 جداء متكرر. إذا نتوقف. إذا ما هي قواسم 57؟ هي 1 3 19 و57، العدد نفسه. دونك هنايا ما هي القواسم المشتركة بين 95 و57؟ ما هم القواسم المشتركة اللي بيناتهم؟ عدنا الواحد كما قلنا هذا الشيء مفروغ منه، وعدنا 19، هذو هما القاسمين المشتركين الوحيدين. لوجيك ما شكون هو الكبير أو ما هو القاسم المشترك الأكبر في هذه الحالة؟ طبعا هو 19. كان هذا بالنسبة للتمرين 17. روحوا الآن للتمرين اللي بعده. نورمالمون التمرين بعده 18، أي عندي الصورة تاعو، دوكا نحطها. صح، تمرين 18 13 15 16 17. ها وين؟ هنا. صح، نمحي سبورتي. تمرين 18 ماذا يقول؟ عين القاسم المشترك الأكبر بين العدد 112 و120، ثم العددين 88 و120. هنايا وراح بيوصل صاحب الكتاب يحوسنا نستعمل الخوارزميات في درس، في الدرس يعني في الفيديو تاع الدرس قلت لكم باللي كاين نوعين من الخوارزميات، خوارزمية الفرق وخوارزمية الطرح، خوارزمية الفرق وخوارزمية القسمة. عفوا، انا افضل دائما خوارزمية القسمة، يعني كاين اللي يفضلهم الاثنين لكن انا احب خوارزمية القسمة، ولهذا انا راح نستعملها. خوارزمية القسمة وش تقول؟ تقول ندير جدول يحتوي على 3 خانات، الخانة الأولى نسميها A، والخانة الثانية نسميها B، والخانة الثالثة نسميها R. صح، دوكا اللي ماهوش شايف في الدرس دوكا يفهم شراني حابة نقول. وكل خانة عندها الاسم تاعها أو عندها الرمز تاعها. إذا نبداو، الخانة الأولى نسموها A، الخانة الثانية B، والخانة الثالثة R. الـ A هو العدد الكبير بين العددين اللي طلبهم مني، يعني كما في الحالة الأولى عطاني 120 و112، شكون الكبيرة؟ هي 120، دونك 120 هي لو A والزوجة هي لو B. درك الـ R وشنو حكايته؟ الـ R باش تعرفوا حكايته لازم نجيبوا الآلة الحاسبة، لأنه بدون آلة حاسبة ما تعرفوهاش. فوالا، نجيبوا الآلة الحاسبة لأنه راح تفهمنا واش رانا حابين نديرو. واش نديرو؟ نقسمو A تقسيم B، نحكم الـ A نقسمها على B. إذا 120 تقسيم 112. تخبي، مازال ما كملناش. شحال عطاني حاصل القسم؟ عطاني عدد عشري، وعلى بالكم بالعدد، العدد العشري هنايا مثلا 1.07، العدد العشري. نرجعكم سنة أولى متوسط، العدد العشري يتكون من جزء صحيح وجزء عشري. ما هو الجزء الصحيح؟ هو العدد الذي يأتي قبل الفاصلة، والجزء العشري هو الأعداد التي تأتي بعد الفاصلة. هنا في هذه الحالة اللي يهمني الجزء الصحيح، الجزء الصحيح يعني الجزء اللي قبل الفاصلة. وشحال عندي؟ عندي 1، صح، زال ما كملناش. دونك انا نروح للواحد، واش ندير؟ نحكم بالبي تاعي اللي هو 112، نضربه في الجزء الصحيح يعني نضربه في 1، شحال يعطيني؟ يعطيني 112، صح. نحكم الـ A اللي هو 120
والنقص من النتيجة اللي عطاها لي. شحال؟ 8. إذن الباقي وشحال؟ هو 8. الآر هو الباقي. إذن هنا في هذه الحالة شحال بقالي؟ بقالي 8. مازال ما كملناش، بقالي 8. درك اش هي يسرى؟ البي سوف يحول من مكانه. البي وين يروح دوك؟ البي راح يتحول يذهب الى الأ، والآر راح يتحول ويولي هو البي، ونعاود حسابنا من اول وجديد. دونك هنايا الأ تاعي واش ولا؟ يولي 100. باردون، يولي 112. الأ تاعي تولي هي 112، والبي تاعي وشنو هو؟ هو 8. نروح للآلة الحاسبة تاعي ونمحي، نمحي ندير راز، نمحي نقع هذه العملية، ونروح 112 تقسيم 8 وشحال؟ أعطتني 14 بدون فاصلة، أعطتني عدد صحيح، أعطتني مباشرة عند صحيح، ما نسحق لا جزء صحيح لا جزء عشري، العدد كله صحيح. إذا 14، واش ندير؟ 14 نضربها في واش؟ في البي، نضربها في واش؟ في البي تاعي. إذا 14 ضرب 8، 14 ضرب 8 واش تساوي؟ تساوي 112. نقصها من الأ، ناقص 100، ناقص 112 شحال تعطيني؟ أعطتني 0. كي تعطيني 0 نتوقف، كي الآر تاعي يرجع 0 أتوقف عن الحساب. غير نلقى 0 واش معناتها؟ معناتها العدد اللي فوقه هو القاسم المشترك الأكبر. إذا ها هو وين القاسم المشترك الأكبر؟ هو 8. علاه؟ لأنه هو اللي يجي فوق الصفر. أي عدد في هذه الحالة يجي فوق الصفر هو القاسم المشترك الأكبر. إذا هذه كان بالنسبة للحالة الأولى. نروحوا الآن لعددين 88 و120. أنا دوكا شو حندير؟ رايحة نمحي، بصح مانيش رايحة نمحي الجدول تاعي، لأنه الجدول تاعي نحتاجه، رايحة نمحي فقط الأعداد اللي داخله. فوالا، ونعاود نديرو الطريقة باش التلاميذ اللي ما فهموش يزيدوا يفهموا. فوالا، هنايا عندي الأ والبي 120 88. إذا في الأ واش نختارو؟ نختارو العدد الكبير. هنايا عندي العدد الكبير هو 120، العدد الصغير واشنو هو؟ هو 88. صح، نمحي هادو ثاني والمسودة تاعي، ونروح للآلة الحاسبة تاعي، نمحيها قاع، نمحي قاع واش كان فيها من أول وجديد، وندير 120 تقسيم 88. أيوا، كيما راكم تلاحظوا عطاتني عدد صحيح بالفاصلة اللي هو 1.36. 1.36 واش قلنا؟ قلنا ندو الجزء الصحيح فقط. الجزء الصحيح تاعي وشنو هو؟ هو 1. في واش نضربوه؟ نضربوه في البي، نضربوه في البي. اذا انايا نمحي آلتي الحاسبة ونحكم الجزء الصحيح اللي هو 1 ونضربه في البي. البي شحال عندي؟ 88، وندير التساوي تاعي، والنقص واش نقص الان؟ نقص الا، ناقص الا. على بالي بلي تخرج لكم يعني بالإشارة السالبة، ما تقلقوش، تكتبوا العدد بدون إشارة، ومن بعد نقص من أ. دونك هنايا ندير ناقص 120 اللي هي الأ تاعي. شحال تعطيني الباقي؟ عفوا ما خدمت ليش. دونك عندنا 88 ناقص 120، عطاتني راكم تلاحظوا عطاتني 32 بالإشارة السالبة. عادي طبيعي لأنه أنا بدلت الأماكن تاع الحدين، لكن نكتبها بدون إشارة نقص. دونك لو غيست أو الباقي هو 32. الآن واش راح ندير؟ رايحة نبدل الأماكن. 32 راح ترجع في البي،
و88 ترجع في الأ. دونك الأ دركا واش تولي هي 88. الأمر راه سهل جدا لكنه متلف، يعني التلميذ في البداية راح تتلف له، بعد خلاص. دونك هنايا تولي عندي 88، وانوش تولي عندي، تولي عندي 32. ونكمل نحكم آلتي الحاسبة ونمحي 88 تقسيم 32، شحال عطاتني؟ عطاتني 2.75. صح، عطاتني 2.75. صح. شكون ندو؟ قلنا ندو الجزء الصحيح. هنا الجزء الصحيح شنو هو؟ 2 نضربها في واش؟ نضربها في البي. وشنو هي البي اللي عندي؟ هي 32. صح. اذا نمحي كلش، رايز 2 في 32 واش تساوي؟ تساوي 64. 64 64 نقصها من واش؟ نقصها من الأ. الأ شنو هي؟ هي 88. إذا لو غاست وشحال هنا في هذه الحالة؟ هو 24. إذا نكتبها، نكتب R واش فيها؟ فيها 24. ونبدل الأماكن، حيث 32 ترجع هي الأ، وربعة وعشرين ترجع هي البي. ونكمل، واش تولي عندي؟ تولي عندي 32 وهنايا 24. ونحكم الآلة الحاسبة تاعي ونحسب 32 تقسيم 24، 1.33. إذا هنا واش ولا عندي؟ واش ولا عندي؟ عندي 1.3. قلنا واش ندو؟ ندو الجزء الصحيح ونضربه في واش؟ نضربه في البي. ان الجزء الصحيح عندي وشنو هو؟ هو الواحد. دونك واحد في ماذا؟ واحد ضرب البي تاعي. البي تاعي في هذه الحالة وشنو هو؟ هو 24. دونك 1 في 24 هو 24، ومن بعدك نقصوه من الأ. دونك 24 ناقص 32، إذا هنايا 8. هنايا وشنو هو؟ هو 8. هنا المفروض الجدول تاعي ما يغلقش، راني غلقته، ما تغلقوش نتوما حتى نتكملوا. هنا 24 وين تولي؟ تولي في الأ، وثمانية تولي في البي. هيدا 24 تولي 24، وتولي هنايا 8. نروح للآلة الحاسبة تاعي، ندير ريز وندير 24 تقسيم 8. شحال تساوي؟ تساوي 3. عطاتني 3 صحيحة، جزء صحيح، عفوا عدد صحيح لا يحتوي على جزء عشري. معليش حنا نكتبو، حنا المفروض رانا منا نعرفو بلي راح يخرج لي الار صفر، بصح معليش حنا رانا نتبعو في عقل التلميذ اللي مازال ما استوعبش الدرس. هنايا 3 واش نديرو لها؟ نضربوها في البي. اذا 3 في 8 شحال عطاتني؟ عطاتني 24. اذا النتيجه واش ندير لها؟ نقصها من ا. اذا 24 ناقص 24 واش عطاتني؟ عطاتني 0 او 0. هنا كي تعطيني 0 واش قلنا؟ قلنا نتوقف، قلنا نتوقف. وبعد ما نتوقف اين هو القاسم المشترك الاكبر؟ هو العدد اللي يجي فوق الصفر، العدد اللي يجي فوق الصفر، ها هو، ها هو الصفر. وشني العدد اللي جا فوقه؟ هو 8. اذا القاسم المشترك الاكبر بين 120 و88 في هذه الحاله وشنو هو؟ هو 8. كيف عرفتوا؟ لانه هو اللي جاي فوق الصفر. صح. نروحوا الان نسمي دي، نرجعوا للتمرين، راني هنا راني في هذا السؤال. نسمي دي القاسم المشترك الاكبر للعددين 112 و120. احسب القاسم المشترك الاكبر للعددين دي و88. هنا رانا دائما في نظريه تاع انه كي يعود عندي عددين لهما قاسم مشترك
فرقهما مجموعهما ضعفهما إلى آخره دائما يكون عندهم نفس القاسم المشترك. يعني هنا بين الدي و88 وشنو هو القاسم المشترك الأكبر؟ وش راح يكون؟ راح يكون نفس القاسم المشترك بين 120 و112. صح. نروح الآن للتمرين 19. تمرين 19 هو الشرط فيه هنا، انه كي يشرط فيا ما عندي ما ندير، حتى ما ندير الشيء اللي راه يحوس عليه. هنا طلب مني خوارزميه الطرح او الفروق المتتاليه. انا شخصيا لا احبها، لا احبها. لماذا؟ لان في اغلبيه الاحيان تكون طويله جدا، وهذاك الطول تاعها يخلي التلميذ يضيع وقته في الامتحان. احنا كل همنا هو التمرين ووقته الثمين، هو عفوا التلميذ ووقته الثمين في الامتحان، ولهذا انا لا احبذها. لا علينا، هو في التمرين طلب مني، يعني هو اشترط اني ندير له خوارزميه الطرح باستعمال الفوارق المتتاليه. جد في كل حاله من الحالات الاتيه القاسم المشترك الاكبر للعددين A و B. اذا متتاليه الطرح او الفوارق المتتاليه، طريقه الفوارق المتتاليه هي طريقه كالتالي: نحكم العدد الكبير وندير نقص منه العدد الصغير. يعني في الحاله الف العدد الكبير هو ب اللي هو 1035. اذا مش نقص منها؟ نقص منها 437 باستعمال الاله الحاسبه. انا حنستعمل التي اللي راهي عندي امامي، لانه فعلا ما نحتاجش نوريكم حاجه فيها. هنايا راح نمحيها علاه، لانه باش يعني الشاشه تكون اكبر ونحتاجها كبيره الان. دونك هنايا 10,035 ناقص 437. راح نحكم الآلة الحاسبة تاعي العادية اللي عندكم عند كل التلاميذ، وناقص 1035 ناقص 437. النتيجة النهائية وشنو هي؟ هي 1035 ناقص 437. دونك الفرق هو 598. صح. هنا وش ندير؟ هنايا ماذا افعل؟ ما هو في رايكم الطريقه المتبعه هنا؟ يعني انا قبيل كي كنت في خوارزميه القسمه كنت اقوم بتحويل البي الى الأ والار الى بي. الان كيف تتم العمليه؟ يعني انا حبيت نعطيكم الان دقيقتين للتفكير. كيف يتم ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ صح. الآن يعني الطريقة هي نفسها الطريقة السابقة، حيث أقوم بالقسمة عادي، عفوا بالطرح عادي جدا. أقوم بجلب العدد 598 لأنه هو الأكبر. إذا 598 نزيد نقص منها 437. نقوم بالحساب من اول وجديد. دونك 598 ناقص 437 تعطيني 161. بعدها وش عندي؟ عندي 437. نو شو ان تران دو ديكوني لا. نو 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 اتوندي اريتي.